لا وصلنا لمحطتنا الأولى وهلأ موسم صيف ومرحلة إعادة أعمار أكيد، كلنا عم يتساءل شو ممكن نسوي من منشآت سياحية أو مشاريع استثمارية جديدة بسوريا. اليوم رح نضوي على هذا الموضوع مع المعنيين بوزارة السياحة. سوريا مثل ما بنعرف هي بلد الجمال وغنية بالحضارات المتعاقبة عبر الزمن، تتواجد فيها كل أنواع من نقول المنشآت السياحية من قلاع من آثار وغيرها. أكيد نرمين، يعني مثل ما ذكرتي سوريا ما في أحلى من جمالها ومن طبيعتها من كل المحافظات السورية. واليوم بدنا نحكي أكثر ونتوسع عن هذا الموضوع. بصيرنا نرحب بالمهندسة دارين محمد، مديرة المشاريع السياحية بوزارة السياحة. أهلا صباح الخير وسهلا، وأهلا صباح وسهلا الخير. فيكي. وأيضا المهندسة رام الشيخ، مديرة المنشآت السياحية بوزارة السياحة. أهلا وسهلا فيكي وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا صباح وسهلا النور، فيكم. أهلا رح وسهلا. نبلش من عندك عن سيارة، يعني خلينا نحكي اليوم راما عفوا، خلينا نحكي اليوم عن المنشآت السياحية. كيف اليوم أي مستثمر جديد حابب يفتح مشروع، كيف ممكن يبدأ بالخطوات إذا بدنا نقول التراخيص، أو شو المجالات المفتوحة قدامه اليوم؟ صباح الخير، أهلا وسهلا. هلا اي مستثمر نحن اكيد طبعا بيقدر يراجع وزارة السياحة. في عنا مركز لخدمات المستثمرين موجود ضمن الوزارة، ممكن يقدم له النصح باي شيء بيحب انه يسأل عنه. يعني ممكن يعطيه شو هي اجراءات الترخيص، ممكن يعرفه على التسهيلات والاعفاءات اللي بتحق له لما بده يرخص سياحيا، بيعرض عليه فرص الاستثمار ايضا مطروحة ضمن الوزارة. فأي مستثمر بيقدر يتوجه لمركز خدمات المستثمرين، أو أي مديرية بالوزارة أيضا بيقدر يتوجه لها، ومديريات السياحة بالمحافظات. فالباب مفتوح أمام المستثمرين جميعا طبعا للاستثمار. نعم سدارين، خلينا هيك أول شيء يسعد صباحك، صباحك، صباح الخير. خلينا نحكي عن دراسة أي مشروع سياحي بده يقوم بسوريا، عن الشروط الأساسية يلي لازم تكون متوفرة داخل المنطقة. يعني أوكي جمال طبيعة موجودة بكل المحافظات وكل الأرياف السورية، ولكن شو هي الشروط الأساسية لبناء منشآت سياحية جديدة؟ تمام. طبعا نحن بنقوم بوزارة السياحة من خلال مديرية المشاريع السياحية بطرح العديد من المشاريع العائدة للقطاع العام الاستثمار السياحي، ويتم ذلك من خلال التواصل مع الجهات العامة كافة لطرح المشاريع اللي ممكن تملك مؤهلات لطرحها للاستثمار السياحي. طبعا بيتم التنسيق مع الجهة المالكة، بتوافينا الجهات المالكة بعدد من المواقع. هاي المواقع بندرسها نحن بالوزارة من الناحية التخطيطية والفنية والقانونية، وكافة الشروط اللي بتمكن من عرض الموقع الاستثمار السياحي خالي من الإشغالات، بحيث نتمكن من إعداد دفتر شروط خاص باستثمار الموقع وعرضه أمام المستثمرين، بحيث يكون هذا الموقع خالي من الإشغالات وما في أي إشكالية لتسليمه لما بدنا نبلش بالتعاقد مع المستثمر. طبعا بيتم هذا الشيء بالتعاون بين مديريات السياحة بالمحافظات وبين الجهات المالية، وبيتم دراسة جدوى اقتصادية لكل مشروع، بيتحدد من خلالها مدة التنفيذ، مدة الاستثمار، وبيتم وضع الشروط الفنية والقانونية بدفتر الشروط. طبعا نحن بعد ما تتم هي العملية عادة بيتم عرض هاي المواقع من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي اللي دأبت الوزارة على عقدها من سنوات ماضية. كان أول ملتقى استثمار بال2005، وحاليا عم نجهز لعقد ملتقى استثمار سياحي إن شاء الله بالنصف الثاني من الشهر التاسع للعام طيب الحالي. سدارين، يعني شو هي الشروط الأساسية مثلا إذا فاتح هون أوتيل أو مطعم إنه مقابله عادي إنه يفتح هيك؟ يعني في شروط لازم تكون متحققة على أرض الواقع؟ هلا هي لها علاقة بدراسة السوق، تمام، يعني ما ما لها بيمنع، علاقة بدراسة المشاريع، هو المشروع لحتى انت له تاخدي شيء قرار دراسة السوق. باستثمار بدك تدرسي السوق. يعني مو غلط انه يكون في فندق يفتح قدامه فندق اذا كان في طلب على المنطقة. يعني انت بدك تشوفي الطلب على هذه المنطقة، هل قادرة المنشآت الموجودة تلبي هذا الطلب ولا لا، نحن بحاجة لمنشآت جديدة تمام. ضمن نفس المنطقة. فهذا اللي بيأثر بالقرار حتى لو الاستثمار. كانت موسمية
حتى لو كانت موسمية. يعني هلأ نحن عم نشوف بالموسم هلأ بالساحل السوري عم تكون ممتلئة الفنادق كلها، فنحن بحاجة لفنادق جديدة أو لمنشآت جديدة. فهون بيجي القرار بأنه فعلا أنه نحن منضيف منشأة أو لا ما منضيف منشأة، حسب الطلب على السوق. أستاذة دارين، يعني مثل ما ذكرنا بالبداية أنه نحن بمرحلة الأعمار، يمكن الرؤية مختلفة قبل الحرب وبعد الحرب. اليوم شو توجهكم؟ يعني نحن بمرحلة إذا بدنا نقول مهمة من بتاريخ سوريا لتنشيط السياحة الداخلية إذا بدنا نقول والخارجية، اليوم كيف عم تكون توجهاتكم لتشجيع المستثمرين؟ طبعا نحن خلال المرحلة السابقة تعرض عدد من المشاريع كبير للضرر، وتوقف عدد من المشاريع وتعسر. كانت خطة وزارة السياحة هي إعادة الإقلاع بهذه المشاريع. طبعا نحن قام الفريق الفني والقانوني بالوزارة بجولات على كافة المحافظات، واجتمعنا مع الجهات المالكة للمشاريع، تم دراسة ملفات هاي المشاريع ووضعنا الحلول والمقترحات اللازمة لإعادة الإقلاع فيها. وتم ذلك من خلال إعداد ملاحق عقود لهي المشاريع. ملاحق العقود تضمنت بندين أساسيين بيعكسوا مدى جدية المستثمر متابعة التنفيذ، وأعدنا التوازن المالي العقدي للمشاريع. هذا اللي صار بسبب التضخم المالي الحاصل والتغير بالأسعار. تم توقيع ملاحق العقود مع المستثمرين طبعا بشكل ودي، توافقنا على الأرقام الجديدة وعلى شروط جديدة وبرامج تنفيذية جديدة بيتم من خلالها مراقبة التنفيذ كل 3 شهور بما يضمن الإقلاع بالمشروع. ومن ناحية تانية حاليا عم تقوم الوزارة بدراسة كافة الأماكن الممكن تشجيع السياحة الداخلية فيها أو إقامة رحلات داخلية لكافة المحافظات بما يكفل ويشجع استمرار السياحة في هاي المناطق. نعم ست راما، رح نرجع لعند حضرتك ورح نحكي أكثر عن إعادة الإعمار. نفس السؤال يمكن خليني أوجه لك يا كثير من المنتجعات السياحية صار في من خلال ظروف صعبة اللي مرقت على سوريا، صار في يمكن خلل فيها، يمكن ما اشتغلت بوقت الحرب، يمكن صار في هبوط اقتصادي حتى. خلينا نحكي اليوم نحن كوزارة السياحة كيف مندعم من خلال القروض الصغيرة، قروض إعادة الأعمار، قروض إعادة هيكلية المنتجعات السياحية. هلأ نحن لا شك بفترة الحرب، يعني أنا رح أعطيكي بالأرقام، نحن عنا تقريبا 3200 منشأة سياحية بسوريا لحد اليوم، وطبعا العدد بتزايد، يعني يوميا في عنا منشآت جديدة عم تفتتح. خرج منها بالخدمة من الخدمة 1200 منشأة بسبب ظروف الحرب، وحوالي 2000 منشأة هلأ هي ما تزال قيد التجديد. إحصائيات خاصة عام إيه كل شيء تمام. كل شيء منشآت سياحية كانت موجودة بالخدمة قبل الحرب. المنشآت المتضررة اللي قدرنا نحصيها لحد الآن هي 500 منشأة متضررة. طبعا تعرفي لأنه في بعض المناطق ما زالت يعني فيها عمليات عسكرية أو فيها مغلقة ما قادرين أنه نوصل لها، فهي لسه يعني العدد ممكن مرجح أنه يزيد. ف500 منشأة اللي تضررت اللي نحن حصيناها. هلأ الشيء اللي ببشر أنه 109 منشآت رجعوا للخدمة من اللي خرجوا من الخدمة، والمنشآت هلأ عم ترجع. يعني في كتير هلأ إذا منشوف بمحيط دمشق منشآت ببلودان رجعت، طريق المطار في يعني مؤخرا الأسبوع الماضي نحن رجعنا، صار في إعادة تأهيل لمنشأة ألف ليلة وليلة وحضرنا هناك فعالية فيها بآخر طريق المطار. ففي منشآت الحمد لله، يعني كل المنشآت اللي تضررت هلأ عم ترجع شوي شوي، عم يعيد تأهيلها وعم ترجع تفتتح. نحن بالوزارة السياحة طبعا بنقدم كل التسهيلات لأي منشأة حابة أنه ترجع تشتغل، فنحن ممكن نتواصل مع الجهات المعنية من ناحية تأمين البنى التحتية، من ناحية إذا كان بده يستورد مستوردات طبعا خاصة بإعادة تأهيل المشروع، من ناحية تأمين القروض. طبعا القروض مو من عنا، أكيد من المصارف. المصارف هلأ من فترة قريبة رجعت عاودت منح القروض، فأيضا عم تمنح قروض للمنشآت اللي هي حابة أنه تعيد التشغيل. فنحن بوزارة السياحة أكيد يعني
دورنا هو دور الوسيط بالنسبه للجهات المعنيه الثانيه. وسيط وكفيل. هلا كفيل مو بمعنى الكفيل انه انا بكفله ماديا، وانما انا بضمن انه هذا المشروع فعلا جدي. يعني نحن لما اذا ما وصل لنسبه انجاز معينه ما بنتوسط له لمنح القرض، اذا ما حسينا انه في جديه فعلا في متابعه بتنفيذ المشروع ففي عندنا شروط لحتى نتوسط. فنحن فعلا كفيل لانه المشروع هو فعلا جدي وحابب انه يشتغل. فهذا استاذه دارين، يعني نحن حكينا عن فتره الحرب واعاده الاعمار، ولكن ليا بتتذكري كنا من فتره بحما كنا عم نضوي على مهرجان حما، و يعني كلنا كان عندنا ملاحظة كل الكادر في طبيعة خام بسوريا للأسف غير مستثمرة، يعني طبيعة بتجنن، خضار، ما في أوتيل، يمكن منلاقي مطعم بريف حما نحن وغير حما يمكن تطبق على باقي المحافظات، يعني ما في أوتيل، ما في يمكن مطعم مخدم بطريقة جيدة. اليوم وزارة السياحة قديش حاطة ببالها هي المناطق الخام اللي عن جد يعني فينا نسوي فيها كذا كذا مشروع، يعني مناطق طبيعية بتاخد عائد كتير غير مستثمرة. طبعا نحن العمل مستمر بالوزارة، نتواصل مع الجهات المعنية لاختيار هاي الأماكن اللي ممكن إقامة مشروع سياحي فيها. هاي المشاريع السياحية بتتنوع بين فنادق، مطاعم، أحيانا منتزهات، مولات تجارية. نحن منحدد المشروع حسب حاجة المحافظة أو المنطقة لهيك مشروع. بيتم احتساب عدد الأسرة والكراسي المتوقع خلال مرحلة لاحقة وعدد الأسرة والكراسي الحالي، وبناء عليه بندرس مدى حاجة كل محافظة من هذه المشاريع، سواء فندق أو مطعم أو هي. والعمل جاري على إنشاء العديد من الفنادق والمطاعم يعني، وإن شاء الله هلأ قريبا رح نطرح مجموعة من المشاريع بكل المحافظات، يعني دمشق وريفة وحلب حتى ودرعا وحما كمان كان إلى نصيب وحمص أيضا، يعني إن شاء الله قريبا المخرج طبعا حمص كمان يعني حمص فيها مشاريع مهمة كمان حضرناها. الريف السوري غني يعني الطبيعة، الجمال، الجو الحلو، فيمكن بيئة استثمارية ممتازة. في جملة من أولى لو هي هذا المنظر يعني صح مستثمر صح بشكل صحيح كان عن جد ضخ عملة منيحة حتى، يعني كان شجع على سياحة فظيعة. أكيد نحن قبل ما نختم سترامة خلينا يعني حكينا عن إحصائيات خلال الحرب، ولكن خلينا من بالختام نحكي عن واقع السياحة بسوريا. خلينا نحكي هي هذا التفاؤل يلي السياحة هي هلأ فينا نقول بأوجه من بعد السنين البشعة يلي مرقت على سوريا. اليوم عم ترجع السياحة، عم تتجدد، عم يرجعوا كتير من الناس يجوا على سوريا حتى من الخارج أو من الداخل. صحيح. اليوم بالختام كوزارة السياحة نحن شو دورنا وكيف شايفين واقع السياحة؟ لا نحن بوزارة السياحة متفائلين جدا، يعني أكيد مرقت فترة صعبة على البلد كلها، بس الشيء اللي شايفينه هلا مثل ما قلت لك، يعني لما عم نشوف انه في منشآت جديده عم تبلش انه ترجع تعيد تأهيلها، في منشآت، في طلبات لاستثمارات جديده عم تجي، في سياحه رجعت عم ترجع يعني من المغتربين او من خارج البلد، عم نشوف امتلاء بالمنشآت السياحيه بالمواسم السياحيه. فأكيد نحن متفائلين وما بيكفي التفاؤل طبعا، لأنه نحن لازم نشتغل شيء على الأرض، بدنا كمان جودة الخدمة يمكن طبعاً، والمتابعة الدائمة يعني طبعاً في طبعاً أعداد، بس كمان الواحد يروح ينبسط يعمل سياحة وينبسط فيها. هلأ نحن طبعا بوزارة السياحة عدينا خطة للقطاع السياحي، لتطوير القطاع السياحي ممتدة بين 2019 و2030. هاي الخطة تناولت عدة محاور اللي هي أكيد بتهم، يعني انطلقنا من تحليل الواقع الراهن وحطينا هدف بال2030 ورسمنا الخطة كيف طريقة الوصول لهذا الهدف. طبعا أهم المحاور اللي تناولتها هي التخطيط السياحي اللي هو بده يركز طبعا على مثل ما حكيتوا أنتوا المناطق الريفية أو المناطق الطبيعية أو المناطق الأثرية، كيف فينا نستثمرها، كيف بدنا نخطط لهي المناطق، كيف بدنا نطورها. ركزنا على محور التأهيل والتدريب اللي هو تأهيل الكوادر اللي بدها تشتغل بالسياحة لضمان جودة الخدمة أيضا، حتى إذا ما عندك أنت ناس مدربين ومؤهلين لأنه يشتغلوا بضمن القطاع فأكيد ما حتقدري تاخدي خدمة جيدة. ركزنا على المشاريع الجديدة مثل ما حكت دارين أنه نحل مشاكل المشاريع المتعسرة
وايضا ننطلق بمشاريع جديده لحتى نعمل استثمارات جديده بالبلد. ركزنا على محور الترويج السياحي والانطلاق نحو الاسواق الصديقه والترويج لحتى تكون المعارض يمكن كمان دوليه، المعارض والمهرجانات، وايضا انت كيف تروحي تخاطبي الطرف الثاني لحتى تشجعي الناس انها تجي وتشوف سوريا وتشوف جمال سوريا. ففي كثير محاور الحقيقه بالخطه، واكثر شيء سعينا انه تكون الخطه متماشيه مع خطه الحكومه لسوريا ما بعد الحرب بنفس المراحل اللي اخذتها خطه سوريا ما بعد الحرب. حطينا نحن خطتنا بالقطاع السياحي، وركزنا ايضا على انه تكون هي برامج ومشاريع قابله للتطبيق على ارض الواقع. نعم. يعني ما تكون بس خطه حالمه، وانما فعلا هي بدها تترجم لجمله من البرامج والمشاريع لحتى نقدر فعلا على ارض الواقع نطبقها وننهض بواقع القطاع السياحي ان شاء الله. اكيد ست دارين، كلمه اخيره بتحبي توجهيها؟ آخر شيء بحب أقول نحن متفائلين وسوريا بخير، وإن شاء الله السياحة رح تقطع أشواط متقدمة أكثر مما كان، وبدعو الجميع لزيارة سوريا والمستثمرين حتى وتحية للجيش العربي السوري اللي لولا ما كنا قادرين نعمل هذا الإنجاز كله أو حتى نكون قاعدين هون عم نحكي بالمية. جميع يعني لما نحكي عن السياحة بسوريا الحديث يطول، بدنا نحكي عن السياحة الشعبية طبعاً. وكمان كان يعني لو الوقت أسعفنا كنا حكينا عن الأسعار اللي ما لازم تكون سياحية، السياحة الداخلية، كتير مواضيع ممكن نحن نحكيها بالحلقات القادمة. بدنا نشكركم كتير المهندسة دارينا محمد مديرة المشاريع السياحية في وزارة السياحة، والمهندسة راما الشيخ مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، وأكيد نحن كلنا أمل بالسياحة بسوريا. شكرا كتير لحضوركم، أهلا وسهلا.